زينب، وما أدراك ما زينب. زينب عظيمة، عظيمة زينب. أنا زيارة الفاجعة ما أقدر أقرأها، صدقني صدقني يا أخي. زينب أكو عندها مواقف مع الحسين، عندها مواقف مع العباس سلام الله عليه ما تتوصف أبدا، ما إلها وصف. في كل لحظات يوم عاشوراء أنا إجي أحد الأصدقاء قال ليش ما تقرأ إلى أولاد زينب، ليش ما تكتبون قصيدة إلى أولاد زينب. أنا قلت له هي السيدة ما تريد أنه واحد يقرأ لأولادها، لأن إذا قرأ إلى أولادها يمكن الحسين يتأثر. فعدنا في المقتل كلما كان يسقط شهيد على الأرض كانت زينب تأتي إلى الحسين، ولكن من سقطوا أولادها استشهدوا أولادها ما طلعت من الخيمة. ليش ما طلعت؟ حتى لا يتأثر على الحسين، لا يخجل الحسين. زينب جدا عظيمة، أنا كثير قصائد قرأت إلى زينب، بخصوصا في السنين الأخيرة الله وفقني أن أكون خادم لهذه السيدة، وهذا شرف لي.